بات ارتفاع معدلات العنوسة في العراق ظاهرة خطيرة بعد أن بلغت نسبتها ما يقارب 70% بحسب إحصائيات غير رسمية لمنظمات تعنى بشؤون المرأة. وجاء ارتفاع هذه النسبة لتراكمات عديدة واجهت المجتمع العراقي خلال السنوات الماضية. مر هذا البلد بأزمات كثيرة، أسباب اقتصادية، أسباب سياسية، فتشوف أنه أغلبية الشباب هسه ليش ما تتزوج؟ ها ما عندي تعيين، ها ما عندي مستقبل. أغلبية الشباب حاليا يفكرون بالمستقبل أكثر مما يفكرون بالزواج، لأنه أنت دا تشوف الوضع، يعني وضعنا كلش تعبان. السبب الرئيسي هو البطالة أولا، ثانيا الحالة المادية. يعني واحد يحكيها كواقع، وبصراحة الحالة المادية أثر كبير على العنوسة. الصراعات السياسية والأزمات بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة كلها أسباب جعلت الشباب يعزفون عن الزواج، فقد أصبحت نسب البطالة في عموم البلاد مرتفعة، وهنا في نينوى وصلت إلى 40% بحسب آخر الإحصائيات الرسمية. تعيين ماكو، شغل ماكو، فما راح يقدر يتزوج ويكمل حياته، راح يضطر إنه يشتغل عامل. من يشتغل عامل دوب المعيشة اللي هو لأهله ومصاريف، مصاريف يعني الدوام، مصاريف البيت، مصاريف يعني زحمة. هاي الصراعات اللي انتجت هاي التعيينات، ماكو استقرار مدينة الموصل الى حد الان. يخاف انه باشر يقعد بدون عمل، شلون راح يصرف على عائلته، شلون راح يصرف على اولاده. ويضاف إلى جملة أسباب عزوف الشباب عن الزواج هو غلاء المعيشة وارتفاع بدلات الإيجار، بالإضافة إلى انعدام الوظائف الحكومية. الصراعات السياسية وارتفاع نسب البطالة مع غلاء المعيشة كلها أسباب جعلت نسب العنوسة ترتفع مع عزوف الشباب عن الزواج. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.